موضوع شنو هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا، ولو شاء ما خلقنا، وقد شاء بحكمته البالغة أن يجعل هذه الدار دار امتحان وعبور، وأن يجعل بعدها الآخرة دار جزاء. فمن استعد للآخرة في هذه الدار فإنه ينجح في امتحان الآخرة. عندما تعلن النتائج يعلنها الجبار جل جلاله فيقول: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وحينئذ تبيض وجوه أهل الله جل جلاله فيخترقون في النور مسيرة 500 عام، وتسود وجوه أعداء الله وأهل البدعة والضالين عن سبيل الله، فلا يرون موضع أقدامهم من الظلام، ويستمرون في سيرهم كما ضرب الله لهم المثل فقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وقد شاء سبحانه وتعالى أن يهدي خلقا من خلقه فيسلك بهم طريق جنته. فيسلك بهم طريق جنته ويهديهم إلى مرضاته. وأولئك الذين هداهم الله سبحانه وتعالى لذلك لا مر على قائمة. فالذين هداهم الله سبحانه وتعالى لجنته يهيئهم لما خلقوا له، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. يجعل الله أهواءهم تبعا لما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من عنده، ويحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلهم من الراشدين. فلا يحبون إلا ما يحب الله، ولا يكرهون إلا ما يكره الله، فهم سائرون في طريق الحق على منهج الله سبحانه وتعالى. يتقبل الله منهم الحسنات ويوفقهم للمزيد، كلما عملوا حسنة دعتهم إلى حسنة أعلى منها، فهم يصعدون في رقي دائم ولا ينحطون إلى الدرك الأسفل كما ينحط المنافقون. إذا مر عليهم يوم فاليوم الذي بعده أحسن منه، وإذا مر عليهم شهر فالشهر الذي بعده أحسن منه، وإذا مرت عليهم سنة فالسنة التي بعدها أحسن منها. إذا جاء رمضان فبذلوا فيه جهودهم صياما وقياما وقراءة وصدقة وبرا، فسيكون رمضان القادم أحسن وأكثر أعمالا وأكثر صدقا وأكثر إخلاصا وأكثر قربا وأكثر قبولا وأكثر مضاعفة. فالحسنة تدعو إلى الحسنة كما أن السيئة تدعو إلى السيئة. أولئك الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى للخيرات جعلهم ثلاثة أقسام، وقال فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فهم جميعا يدخلون جنات عدن، ولذلك قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان: هذه الواو جديرة أن تكتب بماء العيون على صفحات القلوب، فهي بشارة من الله للذين أورثهم هذا الكتاب وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم الجنة جميعا، من كان منهم ظالما لنفسه ومن كان مقتصدا ومن كان سابقا بالخيرات بإذن الله.
فالسابقون بالخيرات بإذن الله هداهم الله من البداية واجتباهم فلم يسلطهم على أنفسهم بظلم ولا معصية، وهم مشتغلون بالطاعة وهم مع ذلك يدركون تقصيرهم ويعلمون أنهم لن يعبدوا الله العبادة التي يستحقها. فالملائكة الكرام الذين يمضي عليهم آلاف السنين أو ملايين السنين أو مليارات السنين وهم ساجدون في تسبيح وذكر لله جل جلاله لا يفون بقدر الله من العبادة وما يستحقه. فالسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن والجبال الراسيات والأشجار والحيوانات البرية والبحرية وظلالها كلها ساجدة له سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والقسم الثاني المقتصدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهم تائبون منيبون ويعلمون أن الميزان ينتظرهم وسيوضع بين يدي كل إنسان منا وسيأتي فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوضع الميزان بين أيدينا جميعا فتوزن فيها أعمالنا ونحن نراها، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. والقسم الثالث الظالمون لأنفسهم الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم وأدبروا عن الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن منهجه وسبيله، ولكن الله اختارهم في أواخر أعمارهم فهداهم لحسن الخاتمة والتوبة والإنابة، ولو لم يبق من أعمارهم إلا قدر ذراع أو باع دقائق معدودات يتوب فيها الشخص قبل الموت إلى الله سبحانه وتعالى يتقبلها الله فيمحو بها كل ما مضى، ولو كان ذلك قد بلغ عنان السماء. ولهذا ثبت في الحديث القدسي الصحيح يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالله جل جلاله هو غفار الذنوب وقد أثنى على نفسه بذلك، فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهو التواب الرحيم جل جلاله وهو الذي يهدي لهذه التوبة. ولذلك كانت التوبة ثلاث درجات، أول درجة توبة الله على العبد بتوجيه قلبه للتوبة ورده إلى منهج الله، والدرجة الثانية توبة العبد إلى الله بندمه على ما فرط فيه بجنب الله واستقالته لعثرته وإراقته لعبرته بين يدي الله وهو يرجو أن يتوب الله عليه، والدرجة الثالثة توبة الله على العبد بقبول توبته. فالعمل كله معلق بين السماء والأرض إما أن يقبل وإما أن يرد، فإذا قبل الله العمل فإنه يبارك فيه بركة هائلة، ومعنى القبول أن يتلقاه الله جل جلاله بيمينه. أي عمل وضعه الجبار جل جلاله في يمينه فإنه سيكون في أعلى الدرجات من البركة والمضاعفة، فلا يزال ينمو ويرقى ويزول عنه ما فيه من الكدر وما فيه من الأوساخ والأدران، كل ذلك تزيله يمين الرحمن جل جلاله، فيكون هذا العمل على أحسن ما يتصور. يصلي الإنسان صلاة وهو يعلم ما فيها من الدخن والدخل وقلبه مشغول، وهو يتذكر أعراض الدنيا وأمراضها ويتذكر أحوال المخلوقين الضعفاء
ويهلع ويطمع ويخاف ويرجو غير الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا تقبل الله تلك الصلاة زال عنها كل ذلك، فما كان فيها من السهو وما كان فيها من الوساوس وما كان فيها من الإعراض عن الله وما كان فيها من نقص الخشوع وما كان فيها من نقص الحضور، كل ذلك تجلوه يمين الرحمن جل جلاله فيذهب كل ذلك، ولا يبقى من العمل المقبول إلا الخير الصافي الخالص. ولذلك أنعم الله على عباده بالمسابقات إلى الخيرات ودعاهم إلى الاستباق إليها، فقال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال تعالى ذلك يوم التغابن، وقال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. فهذه المسابقة منذ أعلنها الجبار جل جلاله وعباده يتسابقون إليه، فالعاقل من يتهيأ لهذه المسابقات ويستغل الفرص ويبادر إليها. ومن الفرص الهائلة العظيمة شهر رمضان المبارك، فهو شهر اختاره الله جل جلاله لإنزال كتابه المبين الذي هو عهده إلى أهل الأرض، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا القرآن الكريم هو أحدث الكتب بالله عهدا وآخر رسالة أرسلها الله إلى أهل الأرض، هو كلام الله جل جلاله ووحيه المبين، اختار له خير الملائكة وأمينه على الوحي جبريل، واختار له خير البشر وخير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزله مع جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ووصف نزوله عن طريق جبريل فقال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، وقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي تنزيله على محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فقد نزله الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاختار الله لهذا القرآن زمانا نزله فيه وهو هذا الشهر المبارك الكريم، ولذلك قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك فضل الله هذا الشهر الكريم بأن جعل صيامه ركنا من أركان الإسلام، ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،
وحج البيت وصوم رمضان. وكذلك في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والركن جانب الشيء القوي الذي لا يستقيم الشيء دونه، فلذلك لا يستقيم إسلام أحد إلا بهذه الأركان. ومثال ذلك لو أن إحداكن تملك بيتا ولكن هذا البيت مكسور الجانب، أحد أركانه مكسور مهدوم، هل تستطيع أن تعيش فيه؟ هل تستطيع أن تؤوي فيه متاعها الثمين؟ كل بيت مكسور الجانب لا يمكن أن يكون محلا للاستقرار. وإسلامنا هو بيتنا، فلذلك لا بد من إكمال أركانه، وأن يحرص كل إنسان منا على أن تكون أركان إسلامه قوية، أن تكون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قوية في قلبه داعية له إلى العمل، أن تكون صلاته ركنا قويا ينافس، أن تكون زكاته ركنا قويا ينافس، أن يكون صيامه ركنا قويا ينافس، أن يصل إلى الحج إن استطاع إليه سبيلا. فإذا فعل ذلك فقد كملت أركان إسلامه وأصبح آمنا في بيت مؤمن ليس فيه خلل ولا نقص. كذلك جعل الله هذا الشهر الكريم سببا لمغفرة الذنوب، فقد جعل الله فيه من أسباب مغفرة الذنوب الشيء الكثير، فجعل الصيام فيه بالنهار سببا لغفران الذنوب، وجعل القيام فيه بالليل سببا لغفران الذنوب، وجعل قيام ليلة القدر فيه سببا لغفران الذنوب. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المغفرة هي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، أن يستر الله الذنب في الدنيا فلا يطلع عليه أحدا من خلقه، ثم بعد ذلك لا يؤاخذ به صاحبه في الآخرة فكأنه لم يقع. والمغفرة ثلاث درجات: الدرجة الأولى درجة العفو، وهي الصفح عن المغفرة والتغاضي عنها، الصفح عن المعصية والتغاضي عنها. الدرجة الوسطى هي الرضا، معناه أن تمحى السيئة حتى لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر في الصحائف، ولا يبقى لها أثر في قلوب الملائكة ولا في قلوب البشر، ولا يبقى لها تأثير على الإنسان في انكسار نفسه ولا غير ذلك، فتمحى بالكلية. المستوى الأعلى من المغفرة هو أن يبدل الله سيئات الإنسان حسنات، بدل ما كانت هذه السيئات خطرا داهما ومشكلة كبيرة يقلبها الله إلى حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه ثلاث مستويات هي مستويات المغفرة. كثير من الناس لا يطلب إلى المستوى الأدنى وهو مجرد العفو والمسامحة، وقد قال أحد العلماء: فهبك تنال العفو عن كل زلة، فأين مقام العفو من منزل الرضا، فما دنس ترجو زوال سواده كثوب جديد لم يزل قط أبيضا. فلهذا جعل الله هذه المغفرة في رمضان لما مضى من السيئات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، يقضي على ذلك. كذلك شرع الله في هذا الشهر المسابقة إليه بالأعمال الصالحة كلها، ومنها الاعتكاف في مساجد الله. ومعنى الاعتكاف أن يعكف الإنسان نفسه، أن يحبسها على طاعة الله ويحبسها عن معصية الله، فكأنه في قبره قد انقطع عن الدنيا وانقطعت آماله عن غير الله، وليس له شغل في هذه الحياة الدنيا إلا العبادة، فلا يشتغل بأهل ولا مال ولا دار،
فينفرد من كل ذلك ويتحرر منه لله جل جلاله، فيبقى في المسجد يومه وليله وهو في صوم وذكر وعبادة وقراءة وصلاة، كأنه في قبره، يمسك لسانه عن الكلام إلا في ذكر الله، يمسك جوارحه كلها عن استقبال أي شيء غير ذكر الله، لا يسمع إلا ما فيه خير أو ذكر لله جل جلاله أو موعظة أو ذكرى، لا يتحرك برجله إلا إلى ما فيه طاعة لله، لا يبطش بيده إلا لما فيه طاعة لله جل جلاله. هذا معنى الاعتكاف، أن يكون كل شيء في اللسان معكوفا على الطاعة، فيجدد بذلك الإنسان عرى الإيمان كأنما آمن من جديد كيوم إسلامه، فيجدد عرى الإيمان ويجدد عقده في قلبه. فهذا الإسلام عقد، وهي التي تحول بين الإنسان وبين الإسراف على نفسه وبين الوقوع في المعاصي، لكن هذه العقد تخلق ومع الوقت تلين فتتزلزل، فتحتاج إلى أن يشدها الإنسان، أن يشد عقد الإيمان من جديد. وشد عقد الإيمان لا يكون إلا بالعكوف على الطاعات، وهو الرباط الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وهذا الرباط العظيم ميزه الله عن غيره من الطاعات، فالمرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله ويأمن الفتان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. معناه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، لا تزيد صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا ذكره ولا صدقته ولا قراءته للقرآن، لأن وقت التوظيف توظيفه والطاعة انتهى بالموت، إلا المرابط في سبيل الله. المرابط في سبيل الله لا يختم على عمله، فإذا جاء الأذان كتب في المصلين في كل صلاة، إذا جاء رمضان كتب في الصائمين القائمين، إذا جاء الوقت الذي كان يتصدق فيه كتب في المتصدقين، إذا جاء وقت حضور الدرس أو الموعظة أو الذكرى كتب في الحاضرين، لأنه لا يختم على عمله. ويأمن الفتان، معناه يأمن فتنة القبر، فلا يسأله الملكان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ بل يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا الشهر الكريم، فاعتكف أولا في العشر الأوائل منه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلبه أمامك، وهو يطلب ليلة القدر. فاعتكف العشر الأواسط فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلبه أمامك. فاعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يزل يعتكفها إلى أن توفاه الله. واعتكف نساؤه من بعده، فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن لم يتركن الاعتكاف إلا بالموت، كنا يعتكفن في كل رمضان، ولازمنا ذلك حتى نقلهن الله إلى دار الكرامة وانتقلن من هذه الحياة الدنيا. وهذا الاعتكاف يقتضي من الإنسان شعورا بعزلة للخلق وأنس بالخالق، فهو يأنس بالخالق كما لو كان في قبره. فكل واحد منا لو وضع في القبر وسد عليه باللبن وصبت عليه التراب سينقطع عن هذه الحياة الدنيا، وينقطع النسب بينه وبين الناس، والصلة بينه وبينهم، لا يتصل بالهاتف ولا يأتيه خبر ولا يأتي عنه خبر، تنقطع أخباره بالكلية، وهو هنالك في ذلك المكان المظلم الموحش لا تنفيس فيه إلا من قبل العمل: أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع، ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدر ما جزع عليك فتجزع، فإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك دموع عيني تدمع جبون عيني تدمع.
هنالك في القبور الناس بين قسمين، إما من هو في روضة من رياض الجنة، أو من هو عائذا بالله بحفرة من حفر النار، وهم فيما هم فيه مشغولون، قد أتاهم اليقين فعرضت عليهم أعمالهم ورأوها يقينا. ومن أتاه اليقين لا يشك فيه فهم لا ينتظرون إلا خروجهم من القبور ونداء الله عليهم إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا أراد الإنسان تنوير قبره وتفريج كربته في غربته فعليه أن يعتكف لله سبحانه وتعالى في رمضان، فيتصور أنه الآن في قبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتجر بحصير، يأخذ حصيرا فيحتجر به أن يدوره في مكان في المسجد، فيكون منفصلا عن الناس لا يرى أحدا ولا يراه أحد، وهو مشتغل بربه جل جلاله مدة هذه الأيام العشرة والليالي العشر. وأمهات المؤمنين كنا يتخذنا أخبية، كل واحدة تبني خباء في المسجد في مكان اعتكافها تعتزل الناس بالكلية. كانت عائشة أم المؤمنين إذا خرجت من معتكفها إلى بيتها لقضاء حاجتها تمر بالمريض من أهلها فلا تسأل عنه إلا وهي قائمة، لا تجلس في بيتها ولا تسأل عن حال مريض إلا وهي قائمة، فهي مشغولة بما هنالك. والذين يدركون قرب الآجال ودنوها يعرفون أن هذا الأجل الحتمي آت لا محالة، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ورمضان فرصة لهذه المنافسة والمسابقة قد لا تتكرر، فلذلك يبادرون لتهيئة أنفسهم للموت، والاعتكاف هو هذه التهيئة الرفيعة. هذا الاعتكاف سواء تيسر للإنسان أن يفعل السنة تماما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 ليال من رمضان، أو لم يتيسر له ذلك فكان يعتكف ما بين الصلاتين، أو يعتكف وقتا يوميا أيا كان يستطيعه، فيجاور في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن ويقبل على الله ويتذكر الآخرة ويتذكر أنه كما هو في قبره، فينقطع عن الدنيا وشأنها وأهلها. فتلك السويعات التي يسرقها الإنسان من الزمن أثرها عظيم في إيمانه وترقية نفسه وتربيتها. ثم بعد ذلك شرع الله فيه في هذا الشهر الكريم السخاء والبذل، فالله سبحانه وتعالى استخلفنا في هذه الحياة الدنيا ووزع بيننا الأرزاق على حسب قدره ومشيئته، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولكنه تعهد لنا جميعا بما يكفينا. فالرزق والعمر دائما متساويان، ما دام الإنسان حيا وما دام ممتعا بعمره فلا بد أن يضمن الله له رزقا إلى أن يموت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فينفق الله على عياله جميعا سواء عرفوا السبب أو لم يعرفوه، عرفوا من أين يرزقون أو لم يعرفوه، رزقوا من حيث يحتسبون أو من حيث لا يحتسبون، كل ذلك بأمر الله وكرمه. لكنه ابتلانا وامتحننا بما جعل تحت أيدينا، فأمرنا أن ننفق مما استخلفنا فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قل ذلك أو كثر، فإنفاق الإنسان من القليل أجره أعظم. إذا كان الإنسان فقيرا لا يملك شيئا فهو مقتر، وآتاه الله لقمة فتصدق ببعضها، أو تمرة فقسمها شقين فأكل نصفها وتصدق بنصفها، هذا نصف التمرة يبارك الله فيه ويجعله خيرا من صدقات كثيرة بكثير من الأموال. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتتها تسأل ومعها بنية لها، فلم تجد إلا تمرة فأعطتها إياها فقسمتها شقين فأكلت نصفها وأعطت ابنتها نصفها. وفي رواية أن معها ابنتين
فقسمت التمرة بينهما فأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعها وفعلها وبين أجرها. هذه المرأة التي تصدقت ولو آثرت ابنتها على نفسها بشق تمرة أو ابنتيها على نفسها بالتمرة قسمتها بينهما أجرها عظيم جدا وصدقتها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فالجود والسخاء ملازم لرمضان، وذلك أن النفوس إنما تتصف بالبخل والشح إذا ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى. فكلما ابتعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى زاد شحه وبخله، وكلما كان إلى الله أقرب كان أسخى نفسا وكان أطهر. ولهذا قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه أي بخل نفسه فأولئك هم المفلحون. طهرهم الله من البخل وأزاله عنهم وامتدحهم بذلك، وهم الأنصار الكرام الذين مجدهم الله سبحانه وتعالى وأنعم عليهم بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي فقر شديد، فهم يؤثرون بما نالوا على أنفسهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الشهر شهر السخاء والجود، ولذلك من حكمة مشروعية الصيام أنه يذكرنا بحال المحرومين. يترك الإنسان الطعام وهو يملكه في الصيام، فيتذكر إذا ذاق مرارة الحرمان أن آخرين من إخوانه وأخواته حرمهم الله هذا الطعام، فهم لا يملكون ما يكفيهم، لا يملكون أقواتهم. منهم من يتضور جوعا وهو لا يشعر بذلك، ومنهم من لا يجد أي نفقة أو كسوة أو غطاء أو وطاء، لا يجد من يؤويه ولا مكان يؤوي إليه، فيتذكر نعمة الله عليه حين أطعمه وسقاه وكفاه وآواه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. بتذكر الإنسان لحال المساكين المحرومين يجود وتطهر نفسه فيقدم لهم ما يستطيع. وقديما قال حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الجود المكتسب يحصل للإنسان في رمضان، فهو موسمه ووقته. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن رمضان أيضا شرع الله فيه الإكثار من الذكر والإكثار من الطاعات، فيكره فيه الإسراف في النوم والإسراف في المآكل والمشارب في وقت الفطر، فإنه لا يحقق الهدف المنشود والمقصد الرائق من هذا الشهر الكريم. فهذا الشهر الكريم فيه مصلحة لعقولنا، وفيه مصلحة لأرواحنا، وفيه مصلحة لأبداننا. فالإنسان عبارة عن جهاز مثل السيارة يحتاج إلى صيانة ورعاية، فهذا البدن إذا لم يكن له موسم للعناية به ورعايته فيكون ذلك بمثابة من بنى دارا وتركها للسوافي والأمطار والرياح ولم يراجعها حتى خربت وسقطت. فيحتاج الإنسان إلى مراجعة فيه كل سنة، وهذه المراجعة جعلها الله شهرا من 12 شهرا وهو شهر رمضان. يتخفف فيه الإنسان فيريح أجهزته، يريح الجهاز الهضمية ويريح أجهزته الباطنية،
فبذلك يخف وزنه. فهذه العظام لا تتحمل إلا قدرا معينا من الوزن، كالسيارة لا يمكنها أن تحمل أكثر من حمولتها وثقلها، فيحاول الإنسان تخفيف وزنه في هذا الشهر بصيامه. كثير من الناس نعم يصوم في النهار لكنه يعوض ذلك في الليل أضعافا مضاعفة، ويقبل على المآكل والمشارب والحلويات التي تزيد في الوزن، فتفوته هذه المصلحة وهذه الحكمة المرجوة من رمضان من الصيام. كذلك كثير من الناس يجعل رمضان شهرا للنوم، فهو في النهار نائم من صلاة الفجر إلى وقت الغروب، فاتته حركة النهار، فاتته العبادة التي هي مثل عبادات الملائكة الذين عبادتهم ديمة، لم يستيقظ عليها ولم يدرك شيئا منها، وهؤلاء حرموا خيرا كثيرا من فوائد رمضان. لأن مصلحة العقول أيضا في صيام رمضان هي أن العقل إذا كان يحس بالحاجة فإنه لا يبدع ولا ينتج، لكن إذا تحرر من الحاجات لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب ولا يحتاج إلى شهوة، وهو متحرر من كل ذلك، هذا الذي يستطيع أن يبدع ويستطيع أن يفكر التفكير الصحيح. ولهذا فإن أهل العلم يقولون لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه، فلا بد من صونه أيضا. ويقول آخر إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم، فهو مشغول بصومه. كذلك الصيام هو مصلحة الأرواح، ففيه تقترب النفوس من الله جل جلاله والقلوب منه، فالقلب إذا لان كان قريبا من الله، وإذا قسى كان بعيدا من الله. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فالقلب القاسي بعيد من الله، والقلب اللين الخاشع قريب من الله. ورمضان من عرف حكمة مشروعية صيامه وقيامه واستفاد مما فيه من الخيرات والبركات فإن ذلك سيلين قلبه فيهتدي إلى الله سبحانه وتعالى ويكون قريبا منه. وإذا اقترب الإنسان من بارئه سبحانه وتعالى وكان من المقربين إلى الله جل جلاله فإن نفسه ستسمو وترقى، فالنفس الآن محبوسة في هذا البدن وهي غريبة فيه، أن الأرواح ليست من هذا العالم الذي نحن فيه، ليست من العالم السفلي، الأرواح منزلة يأتي بها الملك وللجنين في بطن أمه، كما ثبت في حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأرواح تستفيد من هذا الشهر تقوية عظيمة وإقبالا كبيرا على الله سبحانه وتعالى وتخلصا من الأدران والأوساخ، فالإنسان العاصي مثقل بقيود الآثام والأوساخ والأدران. ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال يا أبا سعيد إني لا أطيق صيام النفل ولا قيام الليل،
فقال أنت رجل مكبل بكبل المعاصي فتب إلى الله يمحو ذلك عنك. فالمعاصي هي التي تحول بين الإنسان وبين اقتحام العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ولا يمكن أن يقتحمها إلا من هو مستعد لها. ولهذا كانت توبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وإنابته بسبب كلمة سمعها من رجل ناصح أتاه بخناصرة بالشام، فقال له يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فاهتز لها عمر بن عبد العزيز وفكر في هذه العقبة التي أمامه وفي صعودها وكيف يتجاوزها، فبذل في ذلك جهده فتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وتخلص من كل الأدران والآثام. وهذه التوبة تجوب ما قبلها، فإذا تاب الإنسان جاء عفو الله سبحانه وتعالى ليمحو عنه ما فرط فيه بجنب الله وما سبق. ولذلك نادانا ربنا نداء كريما فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين لو أن لي كرة أي رجوعا للحياة الدنيا وهذا ما لا يمكن فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فتخلص الإنسان من المعاصي والآثام يقتضي منه سرعة في السير إلى الله وعونا على الطاعات وعونا على الازدياد منها. كثير من الناس يجد الطاعة ثقلا وعبئا ثقيلا عليه، تصعب عليه الصلاة، يصعب عليه قيام الليل، يصعب عليه ذكر الله، يصعب عليه ختم القرآن، يصعب عليه سماع المواعظ والدروس، يصعب عليه أن يتقرب إلى الله بأية طاعة، كأنما حيل بينه وبين الطاعات. وأولئك هم أصحاب المعاصي الذين قيدتهم آثامهم ومعاصيهم فحالت بينهم وبين السير قدما إلى الله سبحانه وتعالى. والشيطان هو عدو الإنسان، فإنه يجمع له من الآثام والأدران والمعاصي، فكلما وقع الإنسان في معصية بنى منها إبليس دورا من السجن الذي يسجن فيه الإنسان عن الطاعات، حتى يحيط به هذا السجن من كل وجه. فإذا جاءت توبته وإنابته وجاءت لحظة من عفو الله جل جلاله تهدم ذلك السجن بالكلية، فلا يبقى منه حجر على حجر. وحينئذ ينطلق الإنسان الذي كان مسجونا عن الطاعة ينطلق في الطاعة مسرعا إلى الله سبحانه وتعالى مقبلا عليه بجد وتشمير، يتمثل قول موسى بن عمران عليه السلام فيما حكى الله عنه وعجلت إليك ربي لترضى. بنى ما بنى حتى إذا ظن أن ما بناه وطيد راسخ الأس محكم أتى العفو من كل القواعد ما بنى فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن ألفا من بناة جنوده بنوا كل يوم ألف بيت ورمموا لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. هذا الشهر الكريم فيه
فضل آخر وهو زيادة في العمر، فالإنسان محب لزيادة عمره. لماذا يريد الإنسان زيادة عمره؟ لا تنفعه زيادة العمر إلا إذا استغلها فيما يقرب من الله ويرجح كفة الحسنات. فإذا كان المقصود بزيادة العمر ليس جمع حطام الدنيا فهذا شيء تحسنه البارة والنملة، وليس التمتع بالشهوات فهذا أمر منقطع زائل لا فائدة فيه، وليس البقاء الأبدي فهو مستحيل في هذه الدار فإنما هي ظل زائل وبقاء الحال من المحال. ففائدة العمر إذن ما يقرب من الله ويثقل كفة الحسنات. في هذا الشهر ليلة واحدة قالها الإنسان وقبلت منه فقامها لله جل جلاله، زاد عمره ب84 سنة وستة أشهر في حق أقل الناس. أقل الناس هو من يزداد عمره ب84 سنة وستة أشهر بليلة القدر، لكن منهم من يجعل الله له ليلة القدر مضروبة في 1000، ومنهم من يجعلها له مضروبة في 700، ومنهم من يضربها له في مئات الآلاف أو الملايين، هم درجات عند الله، فهم متفاوتون في ذلك كالصلاة الواحدة. الصلاة الواحدة يصليها صف من النساء متماسكات ليس بينهن فرج، فهذه يحصل لها 10 حسنات فقط، وهذه يحصل لها 700 حسنة وهي إلى جنبها، وهذه يحصل لها 1000 حسنة، وهذه يحصل لها 100,000 حسنة، وهذه يحصل لها 1,000,000، وهذه يحصل لها 1,000,000,000، وهن في صف واحد، لأن الله سبحانه وتعالى إنما رتب القبول على إقبال القلب على الله، إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الليلة المباركة ليلة القدر في خصها الله بتنزل الملائكة، الملائكة يتنزلون فيها بأمر الله جل جلاله. والملائكة الذين يتنزلون أنواع، منهم ملائكة التثبيت الذين يثبتون أهل الإيمان ويحولون بينهم وبين الفتن. فأهل الإيمان في هذه الدار مبتلون ومبتحنون، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهم مبتلون بأنواع البلاء، من ذلك الخوف، ومنه الطمع، ومنه حب الدنيا، ومنه رؤية الفضل على الغير والإعجاب بالنفس، ومنه احتقار العمل. أنواع الفتن كثيرة جدا في هذه الدار. فالملائكة تتنزل على المؤمنين بالتثبيت، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأولئك الذين تتنزل عليهم الملائكة تغشى السكينة قلوبهم فلا يفتنون، لا يطمعون في مخلوق ولا يخافون من مخلوق، ولا يدخلون في الفتن المضلة كقطع الليل المظلم، فينجيهم الله سبحانه وتعالى من الفتن بتثبيت الملائكة لهم. ومنهم السيارون في الأرض الذين يبحثون عن حلق الذكر كمجلسكم هذا إن شاء الله، فإن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فإذا قاموا انطلق أولئك الملائكة إلى الله جل جلاله إلى ربهم، فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك
الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا. فيقول: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا عليها أشد حرصا ولها أشد طلبا. فيقول: وبماذا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار، أعوذ بالله من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب، فيهم عبدك فلان وليس منهم، إنما جاء لحاجته. فيقول: هم الرهط أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. معناه أن الله يشفعهم في من ليس منهم بمجرد جلوسه إليهم، ولم يأتي لحلقة الذكر ولا لسماع الدرس ولا للموعظة، وإنما جاء لحاجته. لكن الله يشفع فيه الذين اختارهم من خلقه، فيقول: هم الرهط أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيسعد بهم جليسهم حين يشفعهم الله به. فليلة القدر تتنزل فيها الملائكة ويتنزل فيها الروح، إما أن يكون المقصود جبريل، وإما أن يكون المقصود بالروح روح الله، أي بركته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: إنا أنزلناه، أي هذا القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي كذلك سلام، فالملائكة يسلمون فيها على المؤمنين، فيسلمون بدعاء الملائكة، وكذلك يستجاب فيها الدعاء. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هديت إلى ليلة القدر ماذا تقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة الصديقة ابنة الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمها أن تدعو في ليلة القدر بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كذلك في هذا الشهر العشر الأواخر كلها، وهي فضل وبركة، وفيه الجمع التي هي أفضل أيام الأسبوع ولياليه، وفيها البركة، وفيها ساعة الجمعة التي لا يرد فيها سائل. وآخر ليلة من لياليه ورد فيها أنها ليلة العتق، يعتق الله فيها رقاب الصائمين والصائمات. قيل: أليلة القدر هي؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند نهاية عمله. فهي الجائزة التي يمنحها الله للصائمين والصائمات، يعتق رقابهم من النار، أن يحرموا عليهم النار على ما كان من العمل. هذا الشهر الكريم مسابقة عظيمة، والناس فيه متفاوتون، وقد أضلنا وأصبح قريبا منا. نعم، نحن ندرك أن كثيرا من الناس وهم ينتظرونه الآن لا يأتي عليهم إلا وهم بين الجنادل والتراب، قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قد انتقلوا عن هذه الحياة الدنيا ولم يكونوا مستعدين لذلك. ونعرف أن كثيرا من الناس لن يأتي الشهر إلا وقد حيل بينهم وبين الصيام بالمرض أو بغيره، وكثير من الناس لن يأتي الشهر إلا وقد حيل بينهم وبين القيام، إما بالمرض وإما بالسفر أو بغير ذلك من العوالم. لكننا نستعد له، ونسأل الله أن يبلغنا إياه، وأن يجعلنا فيه من الفائزين المقبولين. وهذا الاستعداد هو نية، ونية المؤمن أبلغ من عمله، حتى لو لم يدرك الإنسان يكتب له، لأنه نوى أن يصومه ويقومه، وأن يكون فيه من الملازمين لذكر الله وقراءة القرآن والصدقة والدعاء
وعمارة المساجد وحضور الدروس وغير ذلك من الطاعات والقربات، فيكتب ذلك للإنسان لأنه نيته، ونية المؤمن أبلغ من عمله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الناس من لا يستشعر هذه المسابقة أصلا، فيأتي رمضان كأن حدثا لم يحصل، وكأننا في شهر عادي، وكأن الأمر مجرد ثقل، وأن شهر الصوم طويل، وأن فيه ظمأ وعطشا وجوعا، وأن فيه حرا إلى آخره. حظهم من رمضان هو هذا، وأولئك حظهم من الصيام الجوع والعطش، وحظهم من القيام السهر والتعب، عائذا بالله من ذلك. آخرون شعروا بمزية الشهر وفائدته، ولكنهم انشغلوا بالتسويف وطول الأمل حتى فاتتهم الفرصة وانطلق الركب، فأنى لهم أن يدركوا. وآخرون أدركوا مزية الشهر ولكنهم لم يستطيعوا الاستعداد له حتى فجأهم الشهر، فأقبلوا على الله تائبين منيبين بقدر ما يستطيعون، لكنهم من الذين جاء الامتحان ولم يحضروا له شيئا، لم يدرسوا ولم يراجعوا، فكيف يجيبون الأسئلة؟ أما القسم الأعلى فهم الذين استشعروا مزية الشهر وأدركوا المسابقة، فحضروا أنفسهم لهذه المسابقة من الآن، هذا وقت المراجعة والاستعداد للامتحان، فلا يأتي رمضان إلا وقد تابوا وأنابوا وختموا القرآن وتصدقوا وأدوا الحقوق التي عليهم، وخرجوا مما كانوا فيه من العادات والأمور التي تشغلهم عن الله، وأقبلوا على الله، فمن أول ليلة من ليالي رمضان نجحوا. تكون مزيتهم عظيمة على من سواهم. هذه المسابقة العظيمة الاستعداد لها يقتضي منا أولا التوبة والاستغفار، ثانيا النية الصادقة والعزيمة والإخلاص، ثالثا مراجعة القرآن، مراجعة المحفوظ منه وحفظ المزيد قبل رمضان حتى نستعد له بالقرآن كأنه هدية بين يدي النجوى، هديتنا بين يدي النجوى هذا القرآن فنقدمه من الآن. رابعا الإكثار من الذكر لتسمو النفوس حتى تكون صالحة للمسابقة. خامسا الصدقة، لأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فيستعد بذلك لرمضان. ثم بعد ذلك تهنئة نفسه، فما يشغله من الأعمال في رمضان يهنئه من الآن، خدمة المنزل، الأعمال والالتزامات، يحاول الإنسان أن يؤديها الآن قبل رمضان حتى يأتي رمضان وهو بارغ للطاعة والعبادة، لا يشغله شيء سوى ذلك، وإن لا شغله شيء من ذلك جعله طاعة وعبادة، ولوى فيه أنه يؤدي الحق الذي عليه ويخدم عباد الله ويفطر الصائمين، ومن فطر صائما ولو على مدقة لبن كتب له أجره دون أن ينقص ذلك من أجل الصائم شيئا. هذا هو الاستعداد لشهر رمضان، ليس الاستعداد له بإعداد المطاعم والمشارب والمآكل ولا بالرباح، وليس الاستعداد له بالنزول الدائم إلى الأسواق، وليس الاستعداد له لتهيئة الليالي للسهر في غير طاعة الله، فلا بد أن نستعد لهذا الشهر الكريم من الآن، وأن يكون استعدادنا صادقا، وأن نكون مخلصين فيه لله جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين البالغين رمضان الموفقين لصيامه وقيامه ومتلك الطاعات به، وأن يرزقنا وإياكم القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول بالمضاعفة، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين ومن أتقائه من النار ومن الذين يحب عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اغفر لإخوتي وأخواتي الحاضرين والسامعين والمشاهدين، واجعلهم أجمعين من الفائزين ومن أتقائك من النار، وأحرق عليهم أجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضر
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها هذه الساعة. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يمدون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فآت كل واحد منهم سؤله فوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهم كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته وباضت لك عورته، فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الساعة من خيري الدنيا والآخرة فاجعل لنا منه أول حظ ونصيب. اللهم لا تجعلنا أخيب الداعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت النحر، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين الذين تحبهم يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحرق علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، واستعملنا أجمعين بطاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، واجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المشركين الذين خرجوا من الدنيا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. اللهم إنهم مسارى ذنوب لا ينفكون، وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، واطلب بنا وارغب بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكرمنا بروحك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا بدا نهلك وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا،
نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك نقرأ بنحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا بما غنى عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصه، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واذكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ من ولي وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.